بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحن شاء الله ما أنت إنا كهذا دور قضب استلتاجه مدوان ملي. الحمد لله رب العالمين، صفر كانوا كتغني لبدا حسبي إيو قدومية بارلمانكا إيو حملكا لوآه كسو تشريقنا بارلمانكا آه كلا وكيلاد آه وحن وصلنا ما يقول أين وصلنا ما يقول. الحمد لله رب العالمين، سفيرادنا أرقني يا دبلوماسي انتما سومالان أدي أدبو سودوين دورشدو دي هوري تنصوص أطنا يغن أدبو نقبوريان يغن أي ساسو كلا ودعضو إن شاء الله تعالى سيني بذكريا. وحي هادن انتن مغنين وحي مهل كان بدحوينها دوت قبلت مغنى سومالي دا إيتوبيا. وحي لقبحي فالوين بدن بحي وحويه وطنجا رسومالان داون هاي جمله سومالان سياسه دي دبد وحكو فريدا شهر وناكسني بكو فرنسا ان جاء قدام الشارقا سن بتغليا او ولا لما ان كل نولام ان انا ودنا غريس فرجل ايا تاي سياسه دي انا جي توبيا حريف امبالان هاي ديرس بون هاي اف بقي كنتم كيلومتر باو ودوغنا بعد كده يدو وحي أفرنت هاي إثيوبيا أفرنت هاي وحكي كشيء بقى وأنا كده بلادنا إنه أنا ما هو جدوه ده ما دحكينا لكن وحنش قال إن النبي تقولي كنا ولا لا وحنش قال هاي أنا أنت كسر عطا دجالك كسر على هاد إثيوبيا سيد الدين كده بقبه إنه ولا هذا كده ما يستم أو دن تقول له أو فعل لك صار شخصيات إسناب يجو عايز كذي ده إنه أطران شعبه إثيوبيا. إثيوبيا وهالبولة جيسك أفريقياوي بولة هواي نبدي ده وحوي كتر تاع نبدي قليه ده إنت كنا شاك جيسك دباتي ده وحنقول كتر تاع دباتو جيسك أفريقيا فتا سيدا وقعد حلوة بايد صار لابد أولا إسكا سهور جيدا حلقة إذا سارا يعني فعل كدحدينو إذا كا إددين إذا كنت لهم واحد كان جوني تلتاب واحد شوري حلقة نلايا بقول عثمان بوربدو بقولكو ويس حلقة راي شخصيا يويس حلقة راي وحد دمعينو صوماليا سيئي دور شيدا دادبان وقعنا وقعيستو و سيئة دورش أقولي على هاد أكو وذك السويين ويس القامي دادكي كيمي لاس آنود التسيئة دك دقاء لو ترحيلينا حال بوك بحي سيفي عنا والوسو قدوهي لكن هذا هو مقليا نكي يوسو غربدي اس حقامي هيك سو حلت اخر عاي مقاس اماراتك والله يا بين الدب الرئيس ومال هذه انا يعني تاس انا كو حف سنين نفتي سي وبريري انا وحا سياسه سومال هين وكسو جيدو وكو دقاقي وشخصيا اني اشتفاك يعني انه كو يوسو غربدي أي مانتا أفلقا دينية وحدو شيقين هادوا هادا اللي دين حالها قبحيو إنه قودني إذيك وحد اللي تشوكوك معها ديك كلها أتشوك والحسن الشيخ صومها نكي عليم السمطر أو بي بي سكشوية أنا أمريد دقائس سومالي لاد نكي إنتو يكسو قاضي مريكن أصغر أسمية صومها حمر كواسي وفرمانشان حنو إذا لسعوا دوشة كهيسا صومها نيكي دتك نوليش يكو قبية توكي لاتسا صورنا صومها محا إنتا أقوي هالويدين إنا نيق لهين نمبا إذا كان شوفا عيدو نيكا وكين إنتي ومغلي شرتين قولوا دي وحكوا هالي شري كايمك عيرا واه رتليها
ee ortoble ee aan jiray doobiilaha afweyn laakiin ka dhigay ee wasiirka awlaha gudmar ee lahaa in la xasuuqo ku fiican tuu idila joogay dani waxa shahaadada siinaya Morgan ninkii uu ka xishooday ninka Mareykanka inuu salaamo ee loo baahay The Butcher of Hargeysa waxa dani waxa siinaya waydiga Habashi Maxamed Siyaad Bare kadul ooyi igu faansanay ninkii dibadbariyad xasuuqay shacabigii deganaa cadaalad imrihan waxa sirkaalka dii ah wali ma harashan hawiyo ugu hawiyo ku hadlayay boqorbadu hanjabiye wili ma aragtay nin hawiyo yiri waa nimankaasi haysana waa dadkii Soomaaliland isaaq xasuuqi mawjud jira ma jiro warba inaanu aqal lahayn warba ninka idii soo gurmaday idinkoo afar sano Maxamed Siyaad Barre dowladdiisa inaan yarid ku dhex abuuray guulodayaashi uu bixiyay xoogaga muwaadiniinta uu bixiyay guulodayaashi xitaa wax kale daayo warba ninka idii soo gurmaday maanta fiqo leedahay ee abuurjeesa bixiyo maxay abuurjeesu bixin waayeen kuwan inta ay ag jooga ee xasuuqi faraad dhiga ku leh ee adduunka oo dhan yaqaanay war criminal iska yihiin waxaan leeyahay isku xishooda magaaladiina waa la isku xukumayaa cabdi sida inta loo galay cabdishakuur saa loo laayay macaa-inan meel lagu asaan la garanayn qaybdii taxaaskiisi oo musquuja lagu furay dhiigyaasha xinayaha annaga nagu hadashaan buur madow aad ku qabanaysaan dhulkiina magaaladiina la isku xukumo ku qabsado waxaan leeyahay xishooda waan leeyahay xishooda baan leeyahay dantiina qabsada inta aad eegisaan annaga diirada nagu eegisaan waar dantiina qabsada abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil moogtaa in shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus Google App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga ee dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan $120 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawli kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaan xidmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internet-kaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus